سي كمان سي كمان. انا انا بطني اتبدلت بس التنوره وبحتني عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه والنبي لا تيجي لحظه تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. وانت كمان بس ما تعرطيش، كل حاجة وليها حال ان شاء الله. يا رب يا كمال يا رب. فاطمة يا فاطمة. يا خبر اسود ونيل. بابا. مين؟ بابا. بابا مالك يا بحمة؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم منيل من اول، يوم منيل من اول. فاطمة يا حوي اتدرى بسرعة. يا فاطمة ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب! بلاش يا حبيبي، انا عهدي بيه الرجل المعرور. انا هقتلك، انا هتبعك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعدوا وكهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه! تربيش ده كويس. بابا سيبه يا بابا. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيبك يا عتبلي. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوانتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايز نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هنقعد نخبط على البيوت وما حدش يكسب بس. يا جدع بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصة بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصة دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. نجوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبية. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافني على أمك وأبوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال صديق جديد. معاكوا في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصح اخلاقي فطردني من البيت، فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده منيله ب 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟
لا 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 معلش امسحيها فيا انا ست ساندي، حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بكام. الله مش بقول الحقيقه، ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، سلام عليكم. انا اسف حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصه من عيله بنيله يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي اشربي عشان تنسي. ده سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور، مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال، حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا ولد الشير ده، كان هيضيع حالي في شربة مية الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيرة برضه، لكن أنا هعرف أربيه وأربي أهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بأنواعها المختلفة. تقدر تقول لي يا كمال إيه هي التايبس أوف هرنيا؟ تايبس أوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذة يا دكتور. تعال هنا. ألف ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور، هاتوا انا شردة. انا يا معلمي. اوعى ألف اوعى ألف وهم. تعال يا اخويا تعال يا اخويا كلم المعلم. اوعى على ايدك اهو يا معلم. ألف ايه يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ ونبهتكوا هنا انا في ملك الحكومة. حكومة ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدلة ثم الجامعة بتاعتك دي؟ أنا أقدر أفتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي بقى. سيبي إيدك سيبي إيدك سيبي إيدك. إيه يا كمال ده؟ مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ أصله عندي من يومين. إنما مش غريبة؟ إيه هي الغريبة؟ اللي كنت اللي تدوري عليه؟ ده برضه جارنا و وإيه يا أختي؟ لا أنت فهمتني غلط يا خميس، دي مسألة إنسانية مش أكتر، هو فوق. لا ده في الكلية. أهو وصل سبع البرومة. أهلاً يا نهار، مالكوا واقفين كده ليه؟ أنا جاي عشان تروح يا سي كمال. أروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، أصلك وحشته قوي. واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. ادي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا. زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكاية فيها ايه النبات؟ سايل فيها الشرف من ناحية، ومن ناحية تانية سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ أكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. طلعوا يعني كمان. انتوا كمان وحشنا. وزاك يا حسن لسه تضرب قنابل مسيله للدموع بالليل؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ الاجريه يا نهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوع من سكاتك. طيب خش شرطة وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجمع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟
ايه في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضره المحضر، انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل. اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه اختي، جاي يخطب بنتي، واخرة المتمة اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شردة. ماشي يا معلمي. اوعى استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت، انا لما شفتك جيت جبت البوليس. فضل على الضابط. جاي يتهجم علينا بيه؟ جاي يضربني هو الناس اللي معاه، وتعرض لي قبل كده في الكلية. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا يا حضرة الضابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان، انا اللي ابني مش متربي. يا بابا امشي اخرج بره، انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شلة. يلا رجاله. عن اذنك يا حضرة الضابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضرة الضابط. مع السلامة. ايه ده؟ مالك يا انهار؟ مفيش حاجة، عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج برا البيت. برا 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 برا. يلا عجبك كده استشير ده؟ الحقيقة معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش أكتر مني يا ده شير ده. على قدك أنا كنت ناوي أشفي غليلي. لولا أبوه كلنا بقى. أنت كلت من الأونطة دي يا معلمي ولا إيه؟ لو أنت فاكر صحيح إن أبوه ما يعرفش بالخطوبة وإنه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تأذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصة يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الأمر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلمي. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، أو بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شوية أبو كمال. عليا النعمة كان في جرة وطلع لبرة. بس يا دي انتخرص. الله الله جرى ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوة حلوة حكاية المركز دي. تصلى على النبي وبلاش تجيب سيرة المركز دي يا دكتور. مبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا. وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك هو. الله والله العظيم اجيب بنافيلا وانزل فيكوا تكسير. بس غيرك هو. ما قدامك واس خميس، انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني اضحك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا الثلاثه اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكله قد كده. اهو انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيأ لكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ وانت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط، انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين وتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بتلاتة اربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، بالك انت لو رقدت يوم
مش حلاقي اكل. صبلي يا دكتور، صبلي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. سلام كده يا هادي، انا سند الجامعة. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي.